شكرا جزيلا على توجيه هذه الدعوة وهذه المقدمة. أنا بتشرف الحقيقة أنه أنا معاكم النهاردة. بعتذر مرة تانية اعتذار شديد عن التأخر لبضع دقائق نتيجة الزحام. والنهاردة إحنا هنتكلم في موضوع أعتقد أنه هو يمس اهتمام عدد كبير جدا من الموجودين في هذه القاعة، هم شباب وفتيات الإعلام من الجيل الجديد. اسمحوا لي أن أقدم في هذه الكلمة رؤيتي، رؤية متواضعة تتضمن وصفاً للمشهد الإعلامي كما أراه الآن، مقترحاً لحضراتكم كجيل جديد في مهنة الإعلام كيف يمكن أن نشارك في تغيير هذه المهنة للأفضل. كيف لشخص أن يحدد وجهته في غابة محيرة تحجب أشجارها الكثيفة والمتداخلة نور الشمس، ويعيق الضباب رؤية أوكار حيواناتها المفترسة دون أن يتعرف أولاً على خريطة المتاهة؟ غابة الإعلام في مصر صارت بالنسبة للكثيرين كالمتاهة، لا يعلم أسرارها سوى مجموعة قليلة من الأسود والضباع والذئاب، أما بقية الحيوانات الضعيفة فتدور حول نفسها من الحيرة. أين نقف؟ وكيف نجد طريقنا؟ بل كيف نجد قوت يومنا؟ وهل تلك الأيادي التي تقترب منا في الظلام تمتد لمساعدتنا أم لصفعنا؟ ولا يجرؤ أحد من تلك الحيوانات الصغيرة الشاردة على الاقتراب من مأوى الوحوش إلا إذا أثبت ولاءه وأقسم على الطاعة. هنا فقط يتمتع بالحماية والرزق الوفير. أما إذا داعبت خياله فكرة التمرد أو إظهار الخلاف فسيكون عقوبته أو عقابه إما الطرد من الغابة أو القتل الوحشي. صورة قد تبدو قاتمة لا تليق بمهنة تقوم رسالتها على إزالة الغموض وتنظيم الأفكار، لكن هذه هي الحقيقة. ولكي لا نقع في فخ المبالغة تعالوا نتأمل في وضع الإعلام الآن في مصر. خريطة المتاهة. أولاً، دراسة الإعلام. 78 عاماً مضت على إنشاء أول كيان أكاديمي في مصر لدراسة الإعلام تحت اسم معهد الصحافة العالي، تطور إلى قسم في كلية الآداب بجامعة القاهرة عام 1954، ثم إلى معهد للإعلام عام 1971، ليتحول إلى أول كلية للإعلام بالشرق الأوسط عام 1974، تخرج منها أكثر من 40 دفعة حتى الآن. تلت إنشاء كلية الإعلام بجامعة القاهرة كليات حكومية أخرى في بني سويف والأزهر والوادي الجديد، واستمرت أقسام الصحافة بمختلف مسمياتها تواجه صعوبات بالغة للارتقاء إلى درجة الكلية بالسعي للحصول على اعتماد المجلس الأعلى للجامعات الذي تم منحه بسهولة لـ12 كلية بالجامعات الخاصة بعد استيفائها للرسوم الباهظة دون استكمال بنيتها التحتية اللازمة للتدريب الإعلامي بالضرورة. تدريس الإعلام في مصر يعود إذن لنحو 8 عقود، ومع ذلك يحتل ضمن منظومة جامعية متردية مرتبة متأخرة في تصنيفات الجودة العالمية. فمناهج الإعلام عفى على معظمها الزمن، ويغيب عنها كل ما يحتاجه سوق العمل فعلياً من أدوات ومهارات وفنون. ويسيطر على كليات وأقسام الإعلام فكر تقليدي يقوده أساتذة يقترب معظمهم من سن التقاعد. بعض الطلاب يستسلم لسياسة الحضور الإلزامية
فينفق وقته في الاستماع إلى معلومات نظرية صماء، والبعض الآخر يفضل التسكع في الحرم الجامعي أو النوم في منزله. أما الفريق الثالث فربما يحالفه الحظ ليحصل على فرصة تدريب بإحدى المؤسسات الإعلامية يتعلم فيها على يد ممارسين اكتسبوا ثقافتهم المهنية من سوق تحكمه قوانين الغابة سالفة الذكر، والتي تشترط التكيف للبقاء أو تلفظ من يتمرد عليها، وهكذا تنتقل عدوى الجهل المنظم من جيل إلى جيل. يحدث ذلك بينما يتخرج من كليات وأقسام الإعلام بالجامعات الخاصة والحكومية عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات كل عام، يتم اختيارهم بالمئات في كل كلية وقسم دون أي منهجية أو معايير، كما يحدث في ظل استمرار التطور والتحول في تكنولوجيا الاتصال على مستوى العالم، وتنامي قوة وسائل الإعلام وتأثيرها في الرأي العام، وازدياد الجدل حول تقييم هذا الدور، وإدراك الجميع لفشل المنظومة الجامعية في إعداد كوادر إعلامية مؤهلة للسوق على المستويين المهني والأخلاقي. ظواهر سلبية تتفاقم، ونحن ندرك ذلك ولا شيء يتغير. ثانياً، التدريب الإعلامي. مع غياب البنية التحتية اللازمة للتدريب بالجامعات، انتعش سوق التدريب الوهمي، حيث ظهر العديد من المراكز غير المتخصصة أو المرخصة، قدمت أسماء لا تمتلك الموهبة أو الخبرة بالضرورة كمدربين في مجالات شديدة الدقة والتخصص في مقابل رسوم خيالية، يظن الشاب أنها ستضمن له تذكرة الدخول لسوق العمل. أدركت الدولة ذلك، ونبه إليه المهندس إبراهيم محلب خلال رئاسته للحكومة حين قال إن 80% من معاهد التدريب في مصر لا تحقق الهدف من إنشائها. رغم ذلك اقتصر تدخل الدولة للحد من هذه الظاهرة على إنشاء ما سمي بالهيئة الوطنية للتدريب بقرار من رئيس الجمهورية، بينما لم تلقى مقترحات التنظيم وسن القوانين ووضع المعايير والإجراءات الرقابية لضبط سوق التدريب أي آذان صاغية. ثالثاً، سوق الإعلام، وهذا هو الأهم. في ظل حالة الحرب التي تعيشها الدولة مع الإرهاب، وغياب الضوابط التي تحكم عمل الإعلام في مثل هذه المرحلة، ووقوع العديد من المذيعين في أخطاء لا تناسب دقة الوضع، استقرت الدولة على أن الحل الأمثل هو إعادة تنظيم ملكيات وسائل الإعلام تحت إشرافها المباشر، وذلك على ثلاثة أسس. أولاً، وقف التمويل الخارجي للمشروعات الإعلامية. ثانياً، مساندة رجال الأعمال الموثوق بهم لدى الدولة. ثالثاً، شراء المؤسسات الإعلامية الخاسرة. كنتيجة لهذه السياسة ظهر عدد من الكيانات الإعلامية الجديدة، من أبرزها أولاً مؤسسة إعلام المصريين، ويملكها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وتمتلك حتى الآن ما يلي: قنوات أون تي في 50% من أسهم شركة مصر للسينما المملوكة لرجل الأعمال كامل أبو علي، 51% من مجموعة بريزنتيشن المتخصصة في الدعاية والإعلان، مؤسسة اليوم السابع التي تتضمن أيضاً صحف عين وصوت الأمة وموقع دوت مصر ومجلتين بيزنس توداي وإيجيبت توداي باللغة الإنجليزية، شركة إيجيبشن أوت دور للتصميمات، شركة إيجيبشن ميديا أكاديمي، وشركة بود للخدمات الإعلامية. هذا هو العملاق الأول في سوق الإعلام. ثانياً،
مؤسسة دي ميديا ويملكها رجل الأعمال طارق إسماعيل، وتمتلك النصيب الأكبر من ملكية قنوات دي أم سي وإذاعة 90-90 والتي أعلنت في نهاية عام 2016 عن اندماجها مع مؤسسة إعلام المصريين سابقة الذكر. ثالثاً، شركة المتحدة للإعلام ويملكها رجل الأعمال المهندس محمد الأمين صاحب مجموعة قنوات سي بي سي. رابعاً، شركة فالكون ويرأس مجلس إدارتها اللواء شريف خالد، وتمتلك حتى الآن ما يلي: قنوات الحياة وتديرها شركة تواصل إحدى شركات فالكون، شبكة تلفزيون العاصمة وتديرها شركة هوم ميديا، وإذاعة دي آر إن وتديرها أيضا شركة هوم ميديا. هؤلاء هم عمالقة الإعلام، هؤلاء هم المتحكمون الآن بسوق الإعلام. يتزامن اهتمام الدولة بتنظيم عمل الإعلام الخاص مع فقدان الأمل في الإصلاح السريع للمؤسسات الإعلامية التابعة للدولة أو ما يسمى بالإعلام القومي، وتراكم الديون على عدد كبير منها، مما دفع الدولة للتفكير في التسلح بالإعلام الخاص نظراً لحاجتها العاجلة إلى ذراع إعلامية قوية ومؤثرة. لكن الحقيقة أن الصورة الجديدة التي يبدو عليها المشهد الإعلامي القادم هي انعكاس باهت للمشهد السابق، حيث جرى إعادة تدوير نفس الوجوه وانتقاء الوجوه الجديدة على أسس غير مهنية، وهذا ما يفرض سؤالاً مصيرياً: إلى أين يتجه الإعلام؟ يقولون إن المشهد الإعلامي سيتغير برمته خلال أشهر قليلة، وأقول لهم: لن يتغير شيء طالما لا تزال تطل علينا نفس الوجوه التي فقدت احترامها ومصداقيتها، وطالما ترتبط ملكيات وسائل الإعلام بالمصالح السياسية، وطالما تدار المشروعات الإعلامية بنفس النهج الإداري الذي أثبت فشله خلال السنوات الماضية، وطالما تفصلنا عن التطور في صناعة الإعلام بالعالم سنوات ضوئية. إلى أين إذن يأخذنا الإعلام في ثوبه الجديد؟ بحلول عام 2018 ستتضح معالم المشهد، ستختفي كيانات إعلامية غير مصرية استحوذت على نصيب الأسد من حصة الإعلانات في السوق، مما سينعش سوق الإعلانات من جديد، حيث سيتم تقسيم عائده السنوي الضخم على الكيانات الإعلامية الجديدة، وسيتزامن ذلك مع خفض سقف أجور الإعلاميين والفنانين الذي بلغ ذروته، مما سينعكس على خزانة القنوات التي ستتسع لمزيد من الرواتب الصغيرة، أي مزيد من فرص العمل للشباب، ولكن فقط القادر منهم على استيعاب الطفرة التكنولوجية التي ستواكبها صناعة الإعلام رغم أنفها. هذا هو الوجه الإيجابي المتوقع والمأمول في المستقبل القريب بحسب ما يتردد في الأروقة الإعلامية هذه الأيام. أما الوجه السلبي فمن أبرز ملامحه عزوف الجمهور عن وسائل الإعلام التقليدي، واعتماده بشكل أساسي ومتزايد على شبكات التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار ومنصة للفيديوهات والصور. وسيتضاعف تأثير مواقع التواصل والصحافة الإلكترونية في الرأي العام، مما يعني أن الإنفاق الضخم والمهول على الإعلام التقليدي ممثلاً في المؤسسات الإعلامية التي تم شراؤها بالمليارات لن يحقق الهدف منه، ومن ثم سيكون مهدراً. وستظل الدولة تتساءل: كيف لم نحسن توجيه الرأي العام رغم كل هذه الميزانيات؟ والإجابة: لأن التأثير في الرأي العام لا يحتاج لإعلام بقدر ما يحتاج لتغيير على الأرض. وسيلة الإعلام الحقيقية التي تعمل لصالح بناء واستقرار الدولة هي المواطن. مرة أخرى
وسيلة الإعلام الحقيقية التي تعمل لصالح بناء واستقرار الدولة هي المواطن، أما أفكاره والمعلومات التي تثير اهتمامه أو تصادفه وينقلها على شبكات التواصل الاجتماعي فهي المحتوى الإعلامي الصادق والوحيد بالنسبة إليه، لأنها نابعة منه وإليه. هل تجاوزنا مفترق الطرق؟ وفقاً للمعطيات السابقة فإن القادم ليس كما نتمنى، وستظل الصورة غير مرضية لطموحاتنا ما لم نتدخل. ولكن هل تجاوزنا بالفعل مفترق الطرق الذي نتمتع فيه بحرية الاختيار بين بدائل التغيير المتاحة؟ يبدو الأمر وكأننا أمام أمر واقع فات أوان تغييره، لكن الحقيقة هي أن الدولة ما زالت قادرة على تصحيح الاتجاه إذا ما اتخذت القرارات التالية دون تلكؤ أو تباطؤ، دون تلكؤ أو تباطؤ. 1- إعادة النظر في تشكيل المجلس الأعلى للإعلام بحيث يتم اختيار أعضائه على أسس مهنية موضوعية ليحل أهل الخبرة محل أهل الثقة. 2- سرعة مناقشة وتصويت البرلمان على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمعني بتفاصيل وضمانات الممارسة الإعلامية بعيداً عن أي أهواء أو انحيازات، وبالتالي يكون هناك تعريف واضح للصحفي ومرجعية وآلية لمحاسبته. احنا عارفين أنه قانون الصحافة اللي تم بمعرفة لجنة مكونة من 50 عضو، سموها لجنة 50 لمشروع قانون الصحافة الموحد، لجنة التشريعات الصحفية الإعلامية المشكلة من 50 عضو من الأساتذة والخبراء. هذه اللجنة تمخضت عن قانون بعد سنة تقريبا من اجتماعات متواصلة، تمخضت عن مقترح. هذا المقترح تم تقديمه لرئيس الوزراء في ذلك الحين المهندس إبراهيم محلب، ولكن شاءت الأقدار أن يغادر منصبه ويتسلم المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المهمة، فتتراكم أولويات أخرى فوق هذا المقترح اللي قدمته لجنة التشريعات. ولكن بعد مؤتمر الشباب الأول اللي كان في شرم الشيخ، كلنا تقريبا كل الصحفيين اللي اتكلموا كنت أنا واحد منهم، قالوا في توصياتهم وجهوا هذا النداء للرئيس: أرجوك، محتاجين بسرعة إخراج قانون الصحافة الموحد من الأدراج وإحالته للبرلمان للبت فيه. القانون كبير، لما راح للبرلمان لقوا أنه هذا القانون كبير جدا ولا يمكن مناقشة والبت فيه في فترة قصيرة، فقسموه جزئين. الجزء الأول خاص بالتنظيمات المؤسسية لأن هم عايزين يشوفوا يعني شكل جديد، تنظيم جديد لمهنة الإعلام، والجزء الآخر الخاص بتنظيم عمل المهنة، يعني إيه صحفي، حدود عمل المؤسسة الصحفية، آلية الثواب والعقاب، عمل نقابة الإعلاميين، اختصاصات المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون. الكلام ده في الجزء الآخر من القانون الذي لم تتم مناقشته بعد، إلى الآن هو مركون في البرلمان، وهذا نداء إلى البرلمان بضرورة وحتمية مناقشة هذا الجزء من قانون الصحافة الموحد على وجه السرعة. احنا شفنا أزمة زي اللي حصلت من أيام قليلة، من يومين، الأزمة بتاعت ما نشر في ضوء حادث الواحات، وشفنا الصدام بين المؤسسات المعنية بضبط الإعلام عامل إزاي، ولم يتمخض عن شيء. اللي أخطأ مستمر على الشاشة واعتذار وكأنه ما فيش أي أثر سلبي أصاب الرأي العام من جراء ما نشر أو ما تم بثه. فهي دي المشكلة، إحنا بنطالب بسرعة مناقشة والبت في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لأنه هو ده الضمانة الوحيدة لضبط مهنة الإعلام خلال الفترة المقبلة. 3- ترك المؤسسات الإعلامية لتنظم نفسها ذاتياً وفقاً للقانون، بحيث ترفع الدولة يدها تدريجياً عن وسائل الإعلام بعد بلورة رؤية واضحة تؤهل مهنة الإعلام لتكون بحق قاطرة التنمية والاستقرار في الدولة. 4- الاعتراف بأن الوطن يحتاج لإعلام مهني، ما يحتاجش للصوت العالي أبداً،
الوطن يحتاج لإعلام مهني، والاعتراف بأن الالتزام بأخلاقيات المهنة هو أكبر ضمان لاستقرار الدولة والمجتمع، وأن الأذى الذي ألحقه الإعلاميون غير المهنيين بصورة الدولة لا يقل في جسامته عن خطر الإرهاب، وهو مؤامرة من الداخل وقودها الجهل والمصالح والكراهية، والتخلص تماماً من هذه الوجوه التي أساءت للمهنة وللدولة وللمجتمع، ومحاسبتهم ومنعهم تماماً من الظهور على أي شاشة مصرية. 5. استقطاب الكوادر المصرية الحقيقية التي سبق لها العمل في مؤسسات إعلامية دولية، والاستفادة من خبراتها وتعويضها مادياً بما يشجعها على العودة لمصر والمشاركة في بناء إعلامها من جديد دون التذرع بارتفاع أجورها. على الأقل لن يكون هذا إهداراً كالذي نراه الآن، بل إسراف في محله. 6. التقليل من أعداد المقبولين في كليات وأقسام الإعلام على مستوى الجمهورية، وتشكيل لجان من خبراء الإعلام العصري لصياغة مناهج تواكب تطورات المهنة وتؤهل الخريجين لسوق العمل. 7. تحديد الموقف المهني من الإعلاميين المعارضين في الخارج، ودعوة بعضهم لحوار وطني بمصر يستوعب رؤاهم ويناقشها، وإذا دي مهمة جداً، إذا ما ثبتت براءتهم من تهم التحريض التي يجرمها القانون، وهو ما سيمثل أملاً في كثير من المراجعات الإعلامية لزملائهم الأشد تطرفاً. هذه هي نصيحتي المتواضعة، أو مقترحي المتواضع للدولة قبل أن يفوت الأوان لإصلاح مهنة الإعلام. ولكن ماذا بيدنا نحن أو أنتم كشباب أن تفعلوا لصالح هذه المهنة؟ ماذا بيدنا أن نفعل؟ طرحت هذا السؤال على نفسي في أواخر عام 2013، وكانت الإجابة هي إطلاق مبادرة لتنشئة شباب الإعلاميين على أسس مهنية وأخلاقية تحمل اسم ميدياتوبيا، على غرار المدينة الفاضلة للفيلسوف الإغريقي أفلاطون يوتوبيا، معبرة عن حلمي استعادة القيم الغائبة في رسالة الإعلام، وهي تتبنى العديد من الأنشطة على رأسها معسكر إعلامي تربوي يهدف في الأساس لتنشئة جيل جديد من الإعلاميين قادر على تغيير المشهد الإعلامي للأفضل خلال سنوات قليلة. كيف؟ معسكرها الأول بقرية فجنون، مروراً بالمعسكرات المتتالية والمتلاحقة حتى المعسكر السابع. أنبتت شجرة فآتت بثمارها. معسكرات
تجوب أرجاء المعمورة من أقصاها لأقصاها، يتبارى فيها المشاركون بأعلى معدلات المحاكاة على أرض الواقع. دورات تدريبية عملية في كافة فنون وتخصصات الإعلام، صالونات أدبية ثقافية وفكرية، هنا من هذا المطر تنطلق الأفكار وتتواصل النجاحات، لينطلق القطار بالعلم والمعرفة والحكمة. ميدياتوبيا مؤسسة لشباب الإعلاميين. ميدياتوبيا قبل ما نشوف ده، احنا المفروض انه زي ما شفتم فكرة ميدياتوبيا تقوم على عدد كبير من الأنشطة، لكن على رأس هذه الأنشطة المعسكر الإعلامي اللي بيتم تنظيمه مرتين في العام، مرة في أجازة نص السنة ومرة في الصيف. ليه معسكر؟ لأنه في خلال فترة المعسكر بتتم إعادة برمجة الشخصية بالكامل. احنا بنبقى في بيئة نطلق عليها بيئة ملهمة، وهذا هو شرط اختيارها. احنا بدأنا في 2014، في 2014 رحنا سقارة، رحنا سقارة مرتين الحقيقة، رحنا أبو قير، انتقلنا في 2015 رحنا نويبع، ورحنا الأقصر وأسوان في بداية 2016، رحنا كينج ماريوت، ورحنا الفيوم، ورحنا دهب، 8 معسكرات، والتاسع إن شاء الله جاي في الطريق في أجازة منتصف العام. إيه اللي بيحصل في المعسكر؟ إحنا بنصحى من النوم الساعة كام يا شباب؟ الساعة 7 بتحصل حاجة تانية. الساعة 6 إسلام، الساعة 6 إحنا بنصحى، الساعة 7 بنعمل إيه؟ الطابور. طابور؟ هو مهم إن الإعلام يعمل طابور؟ طبعاً مهم، طبعاً مهم جداً. لازم يبقى فيه لياقة بدنية، لأن اللياقة البدنية هي الطريق للياقة الذهنية. وفي الطابور ده بنبدأ بتحية العلم. تحية العلم، تحية العلم اللي احنا كنا يعني بنستثقلها جدا في المدارس طبعا، لأنه ما ينفعش أنت كصحفي أو كإعلامي ما تبقاش مؤمن وبتحترم جدا جدا برموز دولتك ووطنك. والعلم ده من بديهيات الانتماء للوطن. وبعد تحية العلم بنعمل تمارين، وبعد التمارين بيبقى فيه برنامج إذاعي زي البرامج الإذاعية اللي احنا بنسمعها في المدرسة، وفيها نشرة أخبار حتى لا ننعزل عن العالم الخارجي. وبعد كده بنتجه للمطعم بنتناول الإفطار، وبعد كده الساعة 9 تماما بلا أي تأخير، اللي بيتأخر بيعاقب يعني، لأنه احنا دايما متعودين كل التزاماتنا بنتعامل معها لأنها هوا. شفتوا دلوقتي أنا تأخرت عن الهواء على سبيل المثال، إيه اللي حصل؟ التقنيات كلها اتأخرت، لازم تبقى موجود كمان قبل معادك علشان تجهز، فبالتالي أنا استحق عقوبة دلوقتي. وبعدين نبدأ في محاكاة سوق الإعلام، ولكن المحاكاة دي مش بتبقى محاكاة مهنية فقط، محاكاة مهنية وأخلاقية كما نتمنى أن تكون. كل معسكر بيبقى فيه شعار، تعالوا نفتكر مع بعض شباب وفتيات ميدياتوبيا. شعار المعسكر الأول كان إيه؟ كن أميناً هكذا ستغير العالم. شعار المعسكر الثاني، الإعلامي قائد وقدوة. شعار المعسكر الثالث، النجاح في الحياة قصة حب. شعار المعسكر الرابع، البقاء للأصدق. شعار المعسكر الخامس، الثورة أمل. عشان المؤمنين بالثورة يقول لك خلاص الثورة ماتت، الثورة هي الأمل جواك،
الثورة قبل ما تنجح بره لازم تنجح جواك انت الاول. الثورة امل، انطفاء الامل جواك هو ده اكبر هزيمة للثورة. خليكم فاكرين الكلام ده، انطفاء الامل وانعدام وغياب الامل جواك انت كشاب او جواك كفتاة هو اكبر هزيمة للثورة، للمؤمنين بالثورة. الثورة داخلية قبل ان تكون خارجية. شعار المعسكر السادس كان ايه؟ الفيوم. الشباب لا ينتظرون الفرصة بل يصنعونها. طيب والمعسكر السابع الإعلام يتغير مستعدون. وشعار المعسكر الثامن شمعة واحدة يمكن أن تضيء الكون. بالفعل برضو في إطار الأمل. ولسه التاسع بقى مش عارفين. كل مرة بيبقى فيه معنى بيتجسد في المعسكر وبينعكس على الأنشطة بتاعتنا وقيمة مهمة جدا. وميديتوبيا لها ميثاق أخلاقي تم وضعه بعد أيام قليلة جدا من انتهاء المعسكر الأول. الهدف من هذا المعسكر هو تنشئة هذا الجيل الجديد على أساسين أو على قضيبين زي القطار كده، القضيب المهني والقضيب الأخلاقي، التمكن من أدوات المهنة والالتزام بمبادئها الأخلاقية. تعالوا نشوف قبل المعسكر بنعمل إيه بقى؟ بنجهز المشاركين أو المقبولين اللي بيتم اختيارهم بعد رحلة طويلة جدا من الإجراءات والاختبارات، بنجهزهم لموضوع المعسكر أو للمهارات اللي احنا هنكتسبها خلال المعسكر. نشوف مع بعض. كل التحية لصناع هذه الفيديوهات وهم طلاب وطالبات من كليات الإعلام المختلفة. التقارير تصوير معظمها تصوير أحمد أيمن ومونتاج ليلى عبد العزيز، بنحييهم. حظيت ميدياتوبيا بدعم العديد من جهات الدولة، منها وزارة الشباب والرياضة ووزارة الآثار ووزارة النقل ووزارة الداخلية وهيئة الإسعاف ومؤسستي الأهرام وأخبار اليوم وكلية الإعلام بجامعة القاهرة ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وغيرها. وتمثل الدعم المقدم من كل هذه الجهات في صورة خدمات وتسهيلات للأنشطة التدريبية التي قامت بها المبادرة. لكن هذا الدعم المشكور لم يكن سوى نقطة في بحر ما نحتاجه، فقد تجاوزت أعداد المتقدمين لأنشطتنا الآلاف من جميع المحافظات، بينما اقترب عدد أعضاء المبادرة الفعليين من 300. أنشأنا مقراً ننبش في الصخر لتأسيسه، نكافح من أجل إقناع أفضل المدربين بقبول أجور مخفضة لطرح أنشطتنا مجاناً أو برسوم زهيدة، نتكبد معاناة كبيرة من أجل تغطية تكاليف
مشاركة النوابغ من ذوي القدرات الخاصة في أنشطتنا، خاصة الذين يعيشون في المحافظات النائية، ونبذل جهداً كبيراً في نقلهم وتسكينهم في القاهرة لحضور فعالياتنا المفيدة والملهمة. اعتمدنا على جهودنا الذاتية حتى بلغ ما أقرضناه للمؤسسة من جيوبنا أكثر من بلاش 300,000 جنيه. 300,000 جنيه تم إقراض المؤسسة هذا المبلغ من جيوب القائمين على هذه المؤسسة، وليس من بيننا من يقدر على تحمل المزيد. فليس من بين القائمين على الفكرة نجوم أو مقتدرين، نحن أناس عاديون آمنا بضرورة الإصلاح وأخذنا زمام المبادرة وتحركنا في طريق صعب، أو بالأحرى حقل ألغام أو بحر متلاطم الأمواج أو غابة كما وصفتها في البداية. في ظل هذه التحديات نجحنا، لكن لو توفر مزيد من الدعم سننجح أكثر. فالوطن في هذه المرحلة لا يحتاج للقطار الشاش، بل للقطار السريع الذي يعرف هدفه وينطلق نحوه بسرعة كبيرة. في سبتمبر من عام 2016 تم قيد مؤسسة ميدياتوبيا كمؤسسة أهلية بوزارة التضامن الاجتماعي تحت رقم 779، وضم مجلس أمناء ميدياتوبيا كل من الكاتبة صفية مصطفى أمين ابنة الكاتب الكبير الراحل ملهم ميدياتوبيا مصطفى أمين، الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز، الإعلامي عمرو عبد الحميد المذيع بقناة تن أو حالياً هو مدير للقناة، الإعلامي الأستاذ خالد هجرس صاحب الصوت الجميل على الفيديوهات اللي سمعناها وأيضاً الصوت الرسمي لقناة الحياة، الإعلامي الأستاذ طارق الفطاطري رئيس قنوات المحور سابقاً، الأديبة أماني سعيد محفوظ، إلى جانب 8 من الشباب الذين لا تزيد أعمارهم عن 25 عاماً. هم الأرض الصلبة التي تقف عليها الفكرة، لكن هذه الأرض تحتاج لرفع البنيان بعد أن حفرنا الأساس في 3 سنوات. معركتنا صعبة لكن هدفنا يستحق. ولكن كيف يحقق شباب الإعلاميين هذا الهدف؟ أولاً، كلام ده موجه لحضراتكم، الاستيعاب التام للمبادئ الأخلاقية لمهنة الإعلام ومعايير الجودة الصحفية وتطبيقها حرفياً في كل كلمة نكتبها حتى ولو على شبكات التواصل الاجتماعي، طالما نخاطب من خلالها الرأي العام، والرأي العام ده ممكن يبقى العشرات فقط، أصدقائك رأي عام. ثانياً، التمكن من أدوات المهنة ومواكبة الاتجاهات الحديثة في الإعلام من خلال الورش والفعاليات التدريبية الموثوق بها. ثالثاً، طرق أبواب المؤسسات الإعلامية دون كلل للحصول على فرص تدريبية. رابعاً، الثبات على المبدأ، الثبات على المبدأ، الثبات على المبدأ، ومقاومة أي ضغوط للتنازل عن أخلاقيات المهنة حتى لو هتقعد في البيت، مع الدعوة إلى هذه الأخلاقيات بالحكمة والموعظة الحسنة. يعني ما تجيش تنتقد واحد لأنه أساء للمهنة فتشتمه، ما ينفعش. كمان أنت من مصلحتك أن تنتشر هذه الأخلاقيات، يبقى لازم تدعو ليها بالحسنة حتى ترغب فيها الآخرين. رابعاً أو خامساً، القراءة والاطلاع والبحث عن كل ما هو جديد والاستفادة من مناهج الإعلام في الجامعات كقاعدة وأساس فقط نبني عليه ثقافة أعمق ومعرفة أوسع بكل تخصص.
مش اتهدت الدنيا بقى خلاص ان المناهج بتاعتنا عفى عليها الزمن هنركنها، لا، اعتبرها اساس، ابني عليها، دور، هات مراجع. سادسا، نحن دعاة، مش بيقولوا كاد المعلم ان يكون رسولا، ايضا كاد الاعلامي ان يكون رسولا لانه صاحب دعوه. نحن دعاة نحمل رسالة سامية ونبيلة، وعلينا أن نتصرف بما يناسب هذه المنزلة سواء في حياتنا الخاصة أو في الحياة العملية. سابعاً، الانفتاح على الجميع، أرجوكم الانفتاح على الجميع واكتساب الخبرات من كل فرصة متاحة وفتح حوارات مستمرة مع أطراف كل قضية دون تمييز أو مقاطعة. ما ينفعش نقول أنا مقاطع هذا الطرف ما بكلمهوش، ما ينفعش إلا إذا كان مدان بحكم القانون، لكن أي شخص آخر قابل للحوار. ثامناً، تعميق الشعور بالمسؤولية الاجتماعية والوطنية واحترام رموز الدولة والانحياز دائماً للمواطن. تاسعاً، الصبر على التغيير. هتاخد هذه العملية عشرات السنين، ما عندناش مشكلة، مش احنا اللي هنشوفها، ولادنا هيشوفوها كويس، ولادنا مش هيشوفوها، أحفادنا مفيش مانع، هنصبر حتى لو استغرق إصلاح الإعلام 50 سنة 100 سنة، بس المهم ان احنا نبدأ ونصبر ولا نتعجل ولا نيأس. عاشرا، العمل دون توقف. الحل دائما لكل الأزمات هو أن يستمر القطار في التحرك للأمام. هذه هي نصيحتي لشباب الإعلاميين إذا أرادوا التغيير، وأنا أعلم أن كثيرا منكم في هذه القاعة يتمنى ويحلم ويطمح إلى التغيير، تغيير المهنة إلى الأفضل وتغيير المجتمع إلى الأفضل. كيف؟ بهذه الخطوات. فإما أن يوصلنا ذلك الطريق إلى الهدف الذي نسعى إليه، وإما نكون قد حاربنا بشرف إلى آخر نفس. لكم محبتي وشكرا. اسمحوا لي دلوقتي أنه أستمع لأسئلتكم، نفتح حوار، وده الأهم من كلمتي الحقيقة، أن أنا عايز أسمعكم. ممكن أعود هنا؟ مساء الخير دكتور محمد. أنا في الأول خالص، الصف الأولاني. مساء الخير يا دكتور محمد. في الحقيقة أنا سعيدة جدا بمحاضرة حضرتك، يعني لا تتخيل كم السعادة، ومش أنا بس فيها، أعتقد كل الحضور سعداء جدا بمحاضرة حضرتك. حضرتك اديتنا قدر من الطاقة الإيجابية لا تتخيله، يعني أعتقد حتى لو كانت ناس كانت داخلة بطاقة إيجابية 1% خرجت ب100% طاقة إيجابية، فيعني بشكر حضرتك جدا، دي أول حاجة. النقطة الثانية، حضرتك عملت عمل في منتهى الجمال والروعة، إن أبرزت جمال شعب مصر وجمال شباب مصر. شباب مصر شباب جميل جدا 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 وشباب مبدع، فبشكر حضرتك لأن بالفعل حضرتك أثبتت ده بشكل عملي. وأحب أقول لكل الشباب اللي هم أحياناً بيصابوا بحالة من الإحباط أو ظروف أو إن إحنا مش لاقيين، لأ، أنتوا شباب جميل ورائع، وإن شاء الله المستقبل هيكون مبدع ومشرق بإذن الله، طالما إن في دكتور محمد والناس اللي بتعشق مصر والناس اللي بتعمل بإيمان وبحب ومنتهى الجمال والروعة. مش عارف اقول لحضرتك ايه، لكن انا في الحقيقه عايز اشكر حضرتك كتير، فالحضرتك جزيل الشكر والتقدير والاحترام. شكرا يا فندم، جدا جدا شكرا جزيلا يا فندم، والله شرف كبير ليا، وبضم صوتي لصوتك. الشباب دول هم اعظم حاجه في الدنيا، والحقيقه ان انا اللي باخد منهم الطاقه الايجابيه والملهمه. انا عندي سؤال. انا مش في كليه اعلام وكده، بس انا في اداب ايطالي في سنه رابعه، وبصراحة يعني فرحت جدا لما حضرت المحاضرة دي، استفدت جدا لأن أنا بحب الإعلام ونفسي أكون أصلا صحفية وكده. وكنت عايز أسأل حضرتك لو أنا عايزة أبقى في المبادرة مع حضرتك ينفع ولا لازم أبقى مع حضرتك في ميديا توبيا؟
سلمي نفسك لأي حد من الشباب اللي موجودين اللي رفعوا ايديهم دول وهم هيتولوا الموضوع. فين أساسا؟ لا ارفعوا ايديكم تاني. ميديا توبيا بصي كتير ازاي؟ خلاص انا ميزي حد كده وروحي له بقى سلمي له نفسك بس. يعني اشكرك جدا، استفدت من المحاضره دي قوي، يعني اديتنا طاقه ايجابيه وحسيت ان احنا هنغير حاجه فعلا. شكرا جزيلا والله بشكرك جدا جدا. شكرا جزيلا. اتفضل. الاول احب اشكر حضرتك، انا كنت هنا من حوالي 3 اسابيع مع دكتور هاني هنري الدكتوره دينا على حضور ميدياتوبيا. اوكي ممكن نقف تفضل بالوقوف عشان الكل يشوفك بس اذا ما عندكش مانع. السلام عليكم. الاول شيء برحب بيكم وسعيد جدا بصراحه بحضور هي المؤتمر. كنت من 3 اسابيع مع الدكتور هاني هنري في مؤتمر برضو بيتكلم عن علم النفس. انا ممكن اتشرف بحضرتك؟ انا اسامه المصري باكاديميه سكيلز، بعمل بالتنمية البشرية وعلم النفس والبرمجة اللغوية العصبية. كنت من أحد طلبة الدكتور إبراهيم الفقي، فكتير نحب حضور المؤتمرات بشكل حماسي وشكل جميل جدا. فلما أعلنت عن هي المحاضرة من 3 أسابيع انطبعت بذهني، وكنت حابب أحضر أشوف ثورة الإعلاميين، لأن فعلا كل شخص فينا يمتلك موبايل سمارت فون، يمتلك محطة، فعايزين فعلا نكون كلنا مبادرين. أنا مش خريج إعلام لكن عاوز يكون عندنا الفكرة، عندنا المبادرة إن إحنا ننشر فعلا ثقافة الوعي، ثقافة المعرفة في مجالاتنا، بدل ما الإساءة اللي عملت واحنا بعد ما يكونش عندنا مصداقية لأي صحفي، مصداقية لأي قناة، مصداقية لأي شخص. فأنا فعلا سعيد جدا جدا، واحنا مستعدين بأكاديميتنا وبفريقنا ندعمكم ونشارككم ونكون من ضمن أعضائكم كمان. شرف لينا. مهم جدا كل المبادرات الجيدة ان هي تلتحم، مهم جدا لانه هدفنا واحد. بشكرك جدا. احنا بنقدر نساعدك وان شاء الله نكون مع بعض. شكرا جزيلا، شرف لينا. شكرا جزيلا. أنا منتظر صوت جميل أسمعه. تسمحوا لي أديله الأولوية ممكن وبعدين يجي لحضرتك، وتسمحوا لي أقف بس وأنا بتكلم عنه. الحقيقة أنه مداخلة سريعة كده معلش، وفيها يعني قدر من الاعتراف. يعني أنا بدأت حبي وعشقي لهذه المهنة وأنا طفل صغير، عندي 14 سنة، وده اللي أنا الحقيقة بهتم بيه جداً. الأطفال في السن ده، وفي معنا أدهم هنا، أدهم هو، شوفوا أدهم ده، أدهم ده مذيع رائع جداً وإن شاء الله هيبقى له مستقبل هايل في مجال الإعلام. ليه أنا مهتم بيه جداً؟ لأنه أدهم، هسمعك حالاً يا أدهم، بس أنا هقدم حد تاني يعني أنت هتحبه معايا دلوقتي. أدهم لازم هنسمعه النهاردة. أدهم عنده كم سنة يا أدهم دلوقتي؟ دلوقتي 10 سنين. 10 سنين وبدأت حبك لمهنة الإعلام وأنت عندك كم سنة؟ 5 سنين. 5 سنين يا جماعة، 5 سنين. وتحية لوالدته الحقيقة، تحية لوالدته أو والدته أهي، تحية لوالدته لأنها أحسنت تربيته فعلا ومهتمة جدا بصقل موهبته وسلمته لنا في ميدياتوبيا من المعسكر الثاني، وبنشرف الحقيقة بوجوده. فأنا في هذه السن بدأت حبي للمهنة وكنت في المرحلة الإعدادية، وبدأت علاقتي بهذه المهنة من خلال التواصل مع الأساتذة الكبار وعلى رأسهم الكاتب الكبير الراحل الأستاذ مصطفى أمين الله يرحمه. الكلام ده كان في المرحلة الإعدادية. أما دخلت في المرحلة الثانوية في مدرسة العباسية الثانوية في اسكندرية، بحب الإذاعة المدرسية، دخلت الإذاعة المدرسية، بحب المسرح، بحب الإلقاء. فدورت يا جماعة في المدرسة، أنا كنت سامع إنه في فرقة مسرح. ما هو خلي بالكم اللي بيحب الإعلام بيحب دايماً إنه هو يوصل رسالته بأشكال مختلفة، والوقوف على خشبة المسرح دي حاجة عظيمة. عشان كده أنا وقفت على خشبة المسرح، لأن اللي بتكلم عنه هو معلمي وأستاذي في المسرح قبل ما يكون كمان معلمي في الحياة، ودرس لي مادة من حسن حظي، مادة الأحياء في المرحلة الثانوية. لما سألت فين يا جماعة فريق المسرح، قالوا المشرف عليه الأستاذ محمد مرسي، وشتان بين محمد مرسي ومحمد مرسي. شتان. فالأستاذ محمد مرسي، فروح له واستأذنه أن أنت تنضم لفريق المسرح. فروحت له، قال لي والله ما فيش حد، يعني لو في، لو أنت معاك زملاء تشكلوا فريق، شكلوا الفريق. فجبت فعلا زملاء وشكلنا الفريق، وبدأنا فعلا في بروفات، نصوص مسرحية مترجمة، مسابقات نشارك فيها على مستوى اسكندرية وعلى مستوى الجمهورية،
مدارس بنين ومدارس بنات بحيث العرض المسرحي يتضمن شباب وفتيات. حاجة الحقيقة في منتهى الحرفية وفي منتهى المتعة. تعلمت من الأستاذ محمد مرسي الشجاعة، الجرأة، الصدق، الصدق فيما أفعل. النهاردة يا جماعة أنا أتشرف أن الأستاذ محمد مرسي جاي لي خصيصاً من اسكندرية علشان يسمع هذه المحاضرة. أنا مش عايز أقول من كم سنة، يعني إحنا أستاذ محمد مرسي، أستاذ محمد مرسي أنا بشكرك جداً إن أنت جيت من اسكندرية مخصوص علشان تسمعني. بشكرك جداً جداً، شكراً جزيلاً، شكراً جزيلاً. ويهمني إن أنا أسمع رأيه بقى في تلميذه يعني. تفضل يا أستاذ محمد. أنا يعني يعجز لساني عن وصف شعوري وإحساسي بالفخر وإحساسي بالسعادة وإحساسي بأنني ساهمت في رعاية بذرة. أنا ما بذرتش البذرة ولا كونتها، لا، أنا ساهمت في جزء صغير برعاية هذه النبتة، محمد سعيد محفوظ. وبأرى في محمد شخصيتي، هو فعلا أخذ مني كتير، والحمد لله أنا كنت موقن تماما وواثق تماما أن المعلم هو الصانع للأجيال، ليس الذي يدرس المعلومات ولكنه صانع الشخصيات. أفخر جدا بأنني ساهمت في تكوين هذه الشجرة الباسقة، محمد سعيد محفوظ. أشكرك يا أستاذ محمد، والله شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. ساهمت بجزء كبير حقيقة، بشكرك جدا جدا، مدين لحضرتك بالفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى. أقول من كم سنة سيبنا المدرسة؟ بلاش، من ثلاث سنين بس، ثلاث سنين بس، مش حاول تضربوهم في كام. طيب نواصل الحوار مع حضراتكم، تفضلوا. مساء الخير محمود عبد. نهارة طويل شوية تفضل. مساء الخير. محمود عبد العزيز. محمد عبد العزيز. محمود عبد العزيز. محمود عبد العزيز. طالب بالدراسات العليا، بدرس العلوم السياسية، معهد البحوث والدراسات العربية، الجامعة العربية. أنا بشكر حضرتك على المحاضرة أولاً وعلى الكلمات المحفزة. حضرتك إعلامي محترم وإحنا كنا بنتابع حضرتك يعني في رمضان اللي فات. لكن أنا ليا سؤال يعني مغاير شوية عن وجهات النظر اللي اتطرحت. حضرتك في بداية كلماتك في مقدمة حضرتك قلت إن الإعلام شبهته بإن هو غابة، وإن الإعلاميين لا يصلوا إلى الشاشة أو المرحلة النهائية دي إلا إذا قدموا ولاء الطاعة، مظبوط كده؟ طيب أنا آسف في السؤال، لكن أتمنى إن السؤال يصل بكل أبعاده مش بعد واحد. هل حضرتك تنطبق عليك هذه القاعدة، ولا حضرتك هو الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة؟ أجاوب عليك في كلمتين؟ يعني ممكن أجاوب عليك في كلمتين؟ أوكي. أنا فين دلوقتي؟ حضرتك موجود قدام؟ انا على اي شاشه دلوقتي؟ سي بي سي. لا. لا مش فاكر، انا ما بتابعش اعلام مصري كتير يعني الا لا. انا عايز اقول لك ايه، انا طبعا انا بشكرك جدا يا محمود، شكرا جزيلا. في زي ما قلت لحضراتكم الثبات على المبدا، في ضغوط الحقيقه، ضغوط الحياه. انت لو موجود بتشتغل، لو بتشتغل في قناة وبتقبض منها مرتب محقق لك قدر من الاستقرار، اكيد هتفكر الف مرة قبل ما تتصرف تصرف يبعدك عن هذا العمل او يؤثر عليك بالسلب في علاقتك برؤسائك او بمالك الوسيلة الاعلامية اللي انت بتشتغل فيها. فانا بتفاهم جدا الفتنة، خليني أقول، اللي بيقع فيها كثير من الزملاء. اللي أنا بقوله بس أنت ممكن تقاوم، إزاي تقاوم؟ الحوار.
يعني احنا عملنا تجربه مهمه جدا اسمها سي بي سي اكسترا، انا فخور بيها، فخور بيها جدا. زملائي اللي اشتغلوا في هذه القناه فعلا قدموا اعلام حقيقي ومحترم، يعني هيظل نموذج لاجيال قادمه. خلال عملي في سي بي سي، انا اشتغلت في سي بي سي من يوليو 2013 الى ان استقلت في نهايه يناير 2016، لم اتعرض لموقف واحد مورست علي في اي ضغوط. ليه؟ ممكن يبقى في ضغوط تمارس على اخرين في القناه دي او غيرها، ممكن، الله اعلم، ما اقدرش انا اجزم بده، بس في حالتي انا ما حدش عمل الكلام ده. ليه؟ لانه في احترام، في احترام وفي حياء. مش ممكن هو عارف ان انت هتتمسك بمبدأك وبرسالتك وحيجي يقولك تخلى عنها، هو عارف الجواب وهو متمسك بيك لان انت عنصر مهني مهم عنده في القناة. فبالتالي انت اللي بتفرض احترام الناس ليك، انت اللي بتفرضه عليهم. وبالتالي انا لا اتذكر مرة واحدة، انا عملت قبل سي بي سي عملت في اون تي في، لا اتذكر مرة واحدة مورس عليا فيها اي ضغط خالص. فانا ببشر الكل، يا جماعة ممكن تشتغلوا وتأمنوا هذه الضغوط، تشتغل بس تفرض احترامك على الآخرين وعن وعي. مش أنا آسف يا فرحتي بواحد بيحمل شعارات أخلاقية وضعيف في مهنته، والعكس يا فرحتي بواحد متمكن جدا جدا من مهنته بس ما عندوش أي أخلاقيات. أنا عايز نجمع ما بين الاثنين، تفرض احترامك على الناس بمبادئك وفي نفس الوقت ما تخليهمش يقولوا تلت تلاتة كام في مهنيتك. بس دي المعادلة، القادر ان هو يعملها هينجح وهيعدي، واحنا محتاجين العناصر دي بالمناسبه. شكرا حضرتك. احنا بس بنتكلم ان الاعلام يعني مهما كان سيء، يعني حتى لو سيء بنسبه 90% في 10% كويسين ممكن بلا شك. بلا شك يا محمود، تأكيد. بلا شك. النقطه الثانيه حضرتك برضو اتكلمت عن الدوله واتكلمت عن الاعلام، يعني هنقول اصلاح الاعلام، يعني هل يمكن اصلاح الاعلام بدون اصلاح جذري في الدوله؟ الامرين مرتبطين ببعض لانه بيمارس ضغوط متبادله. يعني برضو بالنسبة للبرنامج بتاع حضرتك أو الرؤية، أنا عندي مجموعة من الشباب عندهم كفاءة عالية جدا، عندهم مبادئ، لكن حضرتك قلت إن هم هيتخرجوا يقعدوا في البيت، طب أنا هستفاد إيه؟ ما أنا عندي رجال أعمال هم المتحكمين في المجال بشكل كامل، يعني هم اللي عندهم القنوات، هم اللي عندهم الدعم المالي، هم عندهم كل حاجة، لكن الإعلام اللي هيشتغل هيشتغل. أنا أستفاد إيه إن أنا عندي مجموعة من الإعلاميين على أعلى مستوى بس قاعدين في البيت؟ ده كلام مهم، أنا بشكرك جدا يا محمود. شكرا جزيلا. يا جماعة الإعلام القادم هو الإعلام البديل. في خلال فترة من 5 إلى 10 سنوات شكل الإعلام وقوالب الإعلام هتتغير تماما، لازم نستعد لده. اللي احنا عايشينه دلوقتي مش الإعلام التقليدي، اللي احنا عايشينه دلوقتي هي المرحلة الانتقالية بين الإعلام التقليدي والإعلام الجديد. زي ما قلت لكم الاعتماد في الفترة القادمة هيتزايد على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، لازم نتأهل بكل المهارات اللازمة لهذه الفترة، لهذه الحقبة في تاريخ الإعلام. فدلوقتي من الخطأ الحقيقة أن تبني أحلامك على الإعلام التقليدي وتقول لو أنا ما لقيتش شغلانة في قناة كذا ولا كذا يبقى أنا هقعد في البيت. لا، اشتغل. احنا عندنا في ميدياتوبيا بدأنا التخطيط بالفعل عدد من البرامج اللي هتطلع بس على الفيسبوك واليوتيوب، وحننتجها بشكل جيد بإمكانات بسيطة لأنه الإعلام الجديد رخيص وسهل وسريع، دي سمات وسمات نيو ميديا. فالفترة اللي جاية، وعلى فكرة تقدر تجيب فلوس من ده، تقدر تتربح من الإعلام الجديد، تقدر لو انت عملت شيء ناجح على مواقع التواصل الاجتماعي او على اليوتيوب او اي موقع مشاركة بالفيديو تقدر تجيب عليه اعلانات وتكسب منه، وفي ناس عملت ملايين من ده. بس احنا لتفكيرنا تقليدي مع الاسف، فعايزين نتحرر من ده. النقطة الثانية يا محمود، هل بامكان الدولة ان تصلح الاعلام او هل بالامكان ان ينصلح الاعلام دون انصلاح الدولة؟ لا، ولا الاعلام هيتغير إذا لم تنصلح الدولة، ولا هيتغير إذا لم ينصلح المجتمع. الدولة فيها الجهاز الإداري للدولة مترهل، وعدد كبير جدا من الموظفين بيشتغلوا في اليوم في المتوسط زي ما قال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 25 دقيقة في اليوم. 5.6% فقط من الوقت المفروض على كل موظف فينا إن هو يشتغل علشان يحلل مرتبه آخر الشهر. ده بيخسر ميزانية الدولة 200 مليار في السنة. العجز في الموازنة 400 مليار، يعني بس لو اشتغلنا 8 ساعات هنحل
نص العجز، نص عجز الموازنة. لو قلنا ان احنا هنشتغل ضعف الوقت لمدة سنة هنحل مشكلة الموازنة العجز ده، لو احنا يعني فعلا عايزين نساهم، انما احنا قاعدين ومتواكلين ومنتظرين الحلول السحرية. فالجهاز الإداري للدولة بسبب هذه المشكلة متراوح مشكلات أخرى بالتأكيد. المجتمع فيه عادات سيئة جداً، الإعلام ما هو إلا انعكاس لما يدور في المجتمع، لما يدور في الشارع. فإحنا محتاجين، لذلك أنا بقول ميدياتوبيا ليست مبادرة إعلامية فقط، هي مبادرة مجتمعية تصلح الإنسان من الداخل قبل ما تصلح الإعلامي. وبقول إذا لم تكن أميناً في بيتك عمرك ما هتبقى أمين على الشاشة، إذا لم تكن صادقاً بين زملائك عمرك ما هتبقى صادق مع الجمهور، إذا لم تكن محترم في الشارع عمرك ما هتظهر محترم على الشاشة. فابني الإنسان أولاً، فده اللي احنا محتاجينه. وده مش محتاج بس المدرسة، ده محتاج المدرسة والإعلام والفن والشارع والمسجد والكنيسة، كل المؤسسات يجب أن تتضافر لإعادة بناء الإنسان المصري. إذا انصلح حال الإنسان المصري هتنصلح الدولة وينصلح الإعلام. شكراً. دكتور محمد سعيد محفوظ. محمد خالد اتفضل، عرف نفسك يا محمد. اسمي محمد خالد، من شبين، مدينة شبين الكوم بالمنوفية، مصمم جرافيك وأحد أعضاء ميدياتوبيا. أولاً أتوجه بالشكر لوالدي وملهمي والأب الروحي لينا، قائد وقدوة لفريق شباب وفتيات ميدياتوبيا. دكتور محمد، بماذا تنصح الشباب الفاقد للأمل والغير طموح، وإزاي يكون عنده الشغف أنه ينجح ويحقق حلمه؟ وفي نفس الوقت بماذا تنصح الشباب اللي هو بيصدق الإشاعات ويروج ليه عن طريق ضغط زر اللي هو الشير دون الرجوع للمصادر الرسمية؟ شكرا. أشكرك يا محمد جدا. سريعا جدا، أنا قلت إزاي لازم نتحلى بالأمل وأهمية ده. نصيحتي هي نفس النصيحة اللي قدمها لي الكاتب الكبير الأستاذ مصطفى أمين وأنا في سن صغيرة في بداية علاقتي بمهنة الصحافة. قال لي النجاح في الحياة قصة حب، وده اللي احنا حولناه لشعار في المعسكر الثالث. النجاح في الحياة قصة حب، وبقدر، هو بقى بقية العبارة بتاعته، وبقدر ما تحب المهنة فسوف تنبغ فيها. قد ما هتحب أي حاجة أنت بتعملها هتنجح فيها، تأكد. وقد ما أنت عايز الحاجة بالفعل من جواك هتحصل عليها. ربنا سبحانه وتعالى بيعطي أو بيحقق الأماني لمن يتشبث بيها بالفعل. أحيانا بيقول لك إيه، بعض الصالحين بيقولوا الدعاء يغير القدر. معقولة؟ أيوة، الدعاء من قوته يغير القدر، والدعاء ده انعكاس لرغبتك الداخلية في الشيء. الدعاء يغير القدر بمعنى، في كان أحد الصالحين، أنا ما بحبش أستشهد بأحاديث وكده، لكن دي حاجة مقولة لأحد الصالحين، دعاء كده جميل بيقول لك إيه، اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا. ده في اللوح المحفوظ اللي فيه القدر بتاعنا لملايين السنين قدام او ملايين السنين فاتت. كل واحد فينا مكتوب قدره، ده هيبقى شقي ده هيبقى سعيد. قال لك بقى الدعاء يغير القدر، فكان هذا الشخص بيدعي ربنا يقول له اللهم ان كنت قد كتبتني في اللوح المحفوظ شقيا فامحني اشطبني واكتبني سعيدا، غير القدر بتاعي. وانا متمسك بده، وجربت في ظروف كتير جدا في حياتي ان انا كنت متمسك جدا جدا وبدعي ربنا وانا بسجد كده وكاني بنبش في الارض من كتر ما انا بدعي من قلبي من جوايا بالشيء ده. بس اهم حاجه الدعاء بلا عمل ليست له اي قيمه. دعاء مع العمل، دعاء مقترن بالعمل، لانه هو ده الاثبات، هو ده الدليل. ربنا سبحانه وتعالى مش محتاج دليل، بس انت لازم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. توكل على ربنا لكن لا تتواكل، اعقلها وتوكل. مش تقول أنا هسيب الدابة بتاعتي هنا وإن شاء الله مش هتمشي، لا، اعقلها اربطها وتوكل بعد كده على ربنا، اعمل اللي عليك الأول. فبالتالي يعني يجب أن تتشبث بحلمك، وزي ما بقول دايما حلمك داخل هذه القبضة، تمسك بيه، تمسك بيه. حلمك هو معركتك، هو ثورتك، واللي عايز يأذيك فعلا هو اللي بينتزع منك حلمك، ما تسمحلوش بكده. وأنا بقول ميدياتوبيا لو لم تكن حلماً أصرينا عليه بالفعل وتمسكنا به بالفعل ما كانش استمر إلى الآن في السنة الرابعة. وربنا سبحانه وتعالى أعلم كيف نعاني. أنا كمان شوية هسمع كلمة من زميل ليكم هيشهد بالكواليس. الإشاعات الكلمة مسؤولية، فقبل ما تعمل شير لأي كلمة الكلمة مسؤولية. تستطيع هذه الكلمة أن ترتقي بالمجتمع
إلى أعلى درجات السماء وتستطيع أن تنزل بها إلى 7 أرض. وشفنا النموذج اللي أنا دايماً بحكيه، أحداث الاتحادية. يا جماعة، أحداث الاتحادية المؤسفة أيام الرئيس الأسبق محمد مرسي، الرئيس المعزول محمد مرسي. فاكرين أحداث الاتحادية ولا لأ؟ فاكرين المأساة اللي حصلت والمجزرة اللي حصلت؟ كان بسبب كلمة. في الليلة السابقة على وقوع هذه المجزرة، أحد الناشطين بين قوسين، ليه بقول بين قوسين بين علامتين تنصيص؟ لأنها كلمة مثيرة للجدل، مثيرة للخلاف. بعض يروا ده من الموضوعية، أن أنا أحطها بين قوسين لأن أنا ولا معاها ولا ضدها. فأحد الناشطين طلع على إحدى القنوات وقال بكرة، أنا بحذر الرئيس مرسي، بكرة الشباب المعتصمين أمام قصر الاتحادية هيقفزوا من السور ويجيبوا الرئيس من أفاه وهيقدموه للسجن. هو قال، تصور ده بقى هو في مخيلته، ما كانش عنده أي دليل. فما كان من أنصار الرئيس المعزول اللي كان رئيس جمهورية في ذلك الوقت إلا أن زحفوا باتجاه قصر الاتحادية ووقعت المجزرة بسبب كلمة. والزميل الإعلامي اللي كان موجود وقتها لم يراجعه، ما طلبش منه الدليل، ما مارسش دوره التوعوي في أنه هو يعني يحث الناس على التعقل وعلى الحكمة. فالكلمة مسؤولية. طيب راح قد إيه ضحايا في أحداث الاتحادية؟ كتير. في واحد مات، حسين أبو ضيف الله يرحمه، صح ولا لأ؟ فالكلمة ممكن أن تقتل. الكلمة ممكن أنت تكتب كلمة تحرض فيها دون أن تدري بكلمات فيها شيء من التورية على القتل، فيعمل بها شخص في أسوان، ممكن يعمل بها شخص في أي دولة أخرى وتبقى أنت السبب، وممكن ما تعرفش ده غير يوم القيامة. فأرجوكوا تحروا الدقة في كل كلمة إحنا بنعملها شير على مواقع التواصل الاجتماعي. بشكرك يا محمد على السؤال ده. أيوة تفضل. دكتور عادل زقيزق من معهد بحوث الإرشاد الزراعي. الحقيقة بشكر حضرتك، البرزنتيشن كان جميل، وأشير لثلاث حاجات جميلة جدا. في قدوة بتجمع حواليها الشباب، في تأكيد على الانتماء، في تأكيد على البعد الأخلاقي للمهنة، كلها حاجات جميلة ولمزيد إلى مزيد للحاجات الجميلة. أشكرك. في بعد كده صغير أنا كنت عايز أشير إليه، لو حضرتك اقتنعت به قد يكون ده أحد الأبعاد اللي تكون في بؤرة الاهتمامات مع المجموعة الجميلة. إن الإعلام زي ما حضرتك عارف جيداً يعني له أهداف أو أغراض كتيرة، يعني تشكيل رأي عام، الأخبار، التسلية والإمتاع، نقل بين الأجيال، من بينهم التنمية. وموضوع التنمية ده في الإعلام قليل جداً أو مش آخد مكانه، في حين إن في يعني فئات كتيرة جداً من المجتمع محتاجة إن الإعلام يشتغل على التنمية. أنا عندي مشروعات صغيرة، عندي ريادة أعمال، عندي حاجات كتيرة قوي. فاللي حاصل حضرتك إن التركيز الأكبر للإعلام على توك شو، على لقاءات ممثلين، على على على، في حين إن موضوع التنمية ده بتحس إن هو غائب عن بؤرة اهتمام الإعلام. وبالتالي أنا بقتري على حضرتك إن الكوميونيكيشن فور ديفلوبمنت أو الشغل اللي هو بتاع دور الإعلام في التنمية، الشباب ده يلاقي من حضرتك بالأساليب الجميلة إزاي هم ياخدوا صوت الناس، صوت الناس يبقى مسموع، احتياجات الناس اللي هم عايزينه. لأن في ناس كتير قوي بتلاقي في المضامين الإعلامية الموجودة دي مش لاقيين نفسهم فيها، ما بين قطاع خاص بيركز قوي على توك شو وممثلين، وما بين إعلام حكومي بقى ممل وما بيقدمش اللي هم عايزينه. بشكر حضرتك. بشكر حضرتك يا فندم. شكرا جزيلا. احنا سريعا جدا عندنا عدد من المبادرات داخل مبادرة ميدياتوبيا. احدى هذه المبادرات هي مبادرة ميدياتوبيا الخير، و سميناها لست وحدك. بنقوم فيها بعدد من الأنشطة الاجتماعية. رحنا مع مركز للأيتام، ملجأ للأيتام، رحنا عملنا إفطار لصائمين في رمضان، عملنا يعني بعض الأنشطة. لكن طبعا بلا شك إحنا كمان يعني
احنا بحس ان احنا نفسنا محتاجين حد معانا خير، يعني لانه وضعنا طبعا لا يسمح بانه احنا نساهم بقدر اكبر في هذا الجانب. لكن انا دايما بشجع الشباب عليه في اي مبادره وفي اي نشاط، لانه مهم قوي الاعلامي يبقى يبقى عنده استشعار يعني لاهميه البعد الاجتماعي في عمله. دي المسؤوليه الاجتماعيه يعني، والمسؤوليه الاجتماعيه التنميه بمعنى بنشجع الشباب ان هو يعمل مشروعات صغيره. ده حقيقي. المراه، الارشاد البيئي، الارشاد المجتمعي، في حاجات كتيره جدا احنا الشباب اللي هو عنده مبادرات وعنده افكار وعنده بحوث، الجانب التنموي عندنا الاعلام هو اكتر حاجه ممكن تطلع بيه. متفق يا فندم. شكرا جدا يا فندم. جدا بشكرك يا دكتور عادل، وبالفعل محتاجين احنا نشجع في مجال الاعلام بقى المشروعات الاعلاميه الصغيره، ودي مسألة بتشغلنا جدا في ميدياتوبيا، وأتمنى من شبابنا اللي موجود في القاعة ان هو يبتدي يفكر بقى بره الصندوق، فكر اعمل مشروعك، ما تنتظرش ان انت تروح تشتغل موظف وتقبض مرتبك من مؤسسة قد لا ترضى بالكامل عن سياستها التحريرية. اصنع انت مؤسستك وضع سياستها التحريرية كما تشاء. محمد عبد العال، وكيل مدرسة. حضرتك يوم أفضل من وجهة نظر حضرتك اللي هو المؤسسات الإعلامية التابعة لمؤسسات الدولة أم التابعة لمؤسسات خاصة؟ وإزاي أنا أميز ما بين المحرض والمعارض؟ المحرض والمعارض. والمعارض. إزاي أميز ما بين المحرض والمعارض من خلال الأحاديث الإعلامية؟ بشكر حضرتك جدا يا فندم. الاعلام الخاص والاعلام العام الببليك سيرفيس الاثنين مهمين جدا في كل دول العالم، ما ينفصلوش عن بعض. في اعلام هادف للربح، ده الاعلام الكوميرشال، والاعلام اللي هو الببليك سيرفيس ده اعلام غير هادف للربح، اعلام خدمي مهم جدا، لانه ممكن تلاقي مثلا القنوات التعليميه غير مربحه بالنسبه لرجال الاعمال، يبقى هنا الدوله بتتدخل وبتعملها وبترعاها، قنوات صحيه على سبيل المثال. فده في كل دول العالم الاثنين بيكملوا بعض. النقطه الثانيه، المحرض والمعارض. المعارض هو عنصر ايضا مكمل للمشهد السياسي، وانا بشوف ان هو حتى في مجال الاعلام ما عنديش اي مشكله انه يبقى في اعلام معارض. بالمناسبه بقى هفاجئكم، مفيش مشكله خالص انه انت يبقى عندك انحيازاتك في الاعلام. طيب هقول المثل البسيط اللي انا بضربه دائما، يعني النادي الاهلي ونادي الزمالك، خلاص مش هسال مين اهلاوي ومين زملكاوي. النادي الاهلي قرر ان هو يعمل قناه تلفزيونيه، ماشي مفيش مانع، ونادي الزمالك ايضا قرر ان هو يعمل قناه، اوكي. النادي الاهلي قرر ان هو ما يستضيفش اي حد من نادي الزمالك، ماشي مفيش مشكله. احنا بعد 30 يونيو توافق الاعلام المصري على ان هو لا يستضيف احد من قيادات الاخوان او من المنتمين لجماعه الاخوان، وارتقي في ذلك الوقت انه كان جزء من السياسات التحريريه او توجهات القنوات او وسائل الاعلام اللي انا ما شفتش فيها غضاضه، انه قد يضر ظهور شخص ينتمي الى هذه الجماعه وهذا التنظيم بالامن القومي او بالسلم العام. اوكي هم شافوا ده وانا ما شفتش غضاضه من ده، بس بشرط بقى النادي الاهلي قرر ان هو يعمل قناه ما يستضيفش فيها حد من الزمالك، نادي الزمالك قرر يعمل قناه ما يستضيفش فيها حد من الاهلي، امال ايه اللي ممنوع؟ اللي ممنوع انه النادي الاهلي لا يلفق معلومات، يعني لا يفتري على نادي الزمالك، لا يختلق حقائق بشان نادي الزمالك. طيب لو حد موجود اتكلم عن نادي الزمالك بشكل سيء او وجه له اتهامات، يعطي الفرصه لنادي الزمالك ان هو يرد. طب اذا كان ممنوع انه حد من نادي الزمالك ان هو يظهر على الشاشه، يبقى هنا المذيع يقوم بدور محامي الشيطان، لازم يطلع كويس جدا على موقف الطرف الاخر وينقله، او وممكن يجمع حقائق في الحلقه القادمه يقدم وجهه نظر الطرف الاخر لما قيل في هذه الحلقه. وده اللي انا كنت بعمله بقى في 30/6 وما بعدها، ما حصلش ابدا ان انا غيبت وجهه النظر الاخرى. بس كنت بعمل ايه بقى؟ هناك فارق انه انا اطلع اقول مثلا ايه، لا ولكن قنوات الاخوان بتقول كذا، لا انت بتقول عدد الضحايا 10، لا 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 معلش هم 200. وفي فرق ان انا اقول ولكن بعض القنوات المنتميه ل او المنسوبه لتنظيم الاخوان ذكرت انه عدد ضحايا هذا الحادث كذا،
ما هي الحقيقة؟ يبقى أنا هنا أفند الحقائق، أضعها على طاولة الحوار بهدف إكمال الصورة. ده المعارض الأمين، وده المطلوب الحقيقة، مطلوب أنه المعارض يكون معارض شريف وأمين. أما المحرض فهو لما قناة الأهلي تحرض جمهور الأهلي على جمهور الزمالك أو على نادي الزمالك، ده التحريض وده ممنوع بلا شك. شكرا جزيلا. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، تفضلي يا فندم. جيهان محمد، خريجة بكالوريوس خدمة اجتماعية، وحاليا بدرس في كلية إعلام مفتوح. أنا بقالي كذا سنة بس توقفت شوية بسبب مرضي بالسرطان. أهلا وسهلا. وكملت أثناء العلاج وإن شاء الله مكملة. أنا يعني عندي سؤال مهم قوي. المبادرات الإعلامية الجديدة اللي بتبقى أونلاين أو من خلال اليوتيوب أو من خلال الفيسبوك، ما فيهاش حماية حقوق ملكية لا اللي بيعملها ولا للي بيشتغل فيها. أنا ممكن أشتغل في راديو أونلاين وأعمل الإعداد، وده فعلا أنا حاجة بعملها دلوقتي، أعمل الإعداد للبرنامج بتاعي وأعمل الفكرة وأفضل كتير أشتغل في البرنامج وتتسرق. الراديو اللي أنا بشتغل فيه اتسرقت منه فكرة وخدتها قناة دي ام سي وبتعملها دلوقتي، ما نقدرش نقول لهم حاجة لأن إحنا موقف أضعف منهم ومفيش حد حينصرنا ويقول إنها فكرتنا وهم اللي سرقنا. نفس الحكاية الشاب أو العامل في المجال الإعلامي لما بيشتغل في القنوات اللي هي الإعلام البديل سواء الأونلاين أو مواقع الإنترنت، ما عندوش حد يحميه ويحفظ له حقوقه. يعني من الناحيتين، لصاحب أو مالك الموقع يقدر يحمي حقوقه لو هي اتسرقت من جهة أكبر منه، ولا اللي شغال فيها يقدر ياخد حقه لو الجهة المالكة للموضوع سرقته. ما فيش قانون بينظم الإعلام الأونلاين نهائي. تاني حاجة، أنا بعترض على حتة الشباب. أنا شباب بس في العشرين التانية يمكن. بس لا، أنا في العشرين الأولانية بصراحة. أوكي، الحلم مش واقف عند سن معين ومش واقف عند فرد معين طبعاً، ومش واقف بطريقة معينة. مفيش حاجة بتمنع الحلم غير أن البني آدم يقتل حلمه بنفسه. بس شكراً. طبعاً أنا بشكر حضرتك جداً وبتفق معاكي، الحلم لا يتوقف عند عمر معين. إحنا في ميدياتوبيا أعضاء ميدياتوبيا من 18 ل 30 سنة، لكن في أدهم وفي أكبر من 30 سنة كمان، شباب وفتيات أكبر سناً، وأنا أصغر واحد في ميدياتوبيا طبعاً. ودي حاجة. الحاجة التانية بالنسبة لقانون حماية الملكية أو القوانين بتنظم الصحافة الإلكترونية بشكل عام أو الصحافة الأونلاين، في تقصير كبير جداً في الجانب التشريعي في مصر في هذا الجانب، ولكن القانون الجديد اللي احنا بنطالب بسرعة البت فيه في البرلمان بيغطي المنطقة دي. عايز أقولك إنه احنا نفسنا لسه من أيام قليلة المعسكر الثامن مع الأسف الشديد اتخذت برضو بعض اللقطات اللي احنا صورناها، كانت لقطات حصرية اتخذت على إحدى القنوات الكبيرة، لكن طبعا قدمنا شكوى. ما يتعلق بحضرتك بتقولي إنه قناة دي ام سي قامت بسرقة فكرة لحضرتك، أنا هأحسن الظن لأنه القائمين على قناة دي ام سي هم أساتذة أفاضل وفعلا أنا بعتز بيهم وتزاملت معاهم، وناس فعلا عندهم أخلاقيات يعني عالية جدا، فربما تورط خواطر، لكن أنا بترجاكي تواصلي معاهم لأنه هم فعلا لن يقبلوا بده إذا ثبت بالفعل أنه في فكرة تم اقتباسها من شخص آخر بدون وجه حق. فيعني أتمنى أكون جاوبت على سؤالك. شكرا جزيلا. مساء الخير. هنا في حد رافع إيده بس، طيب بعدين ممكن تفضل. مساء الخير دكتور محمد. مساء الخير. حمادة شهاب، مدرس وباحث دكتوراه. هو بصراحة أشكر حضرتك على المحاضرة الجميلة والممتعة ديت، ويمكن سبب حضوري لهذه المحاضرة مع أن أنا خارج يعني القطاع الإعلامي أن أنا فعلا عندي مشكلة. إنه إيه؟ إن أنا عندي فعلاً مشكلة بدور لها على حل، مشكلة المصداقية، أزمة الثقة.
إن أنا دلوقتي لما بحب أبحث عن حاجة أو عايز أعرف خبر معين أو معلومة معينة ما بقاش عارف أجيبها منين، يا إما معارض أقصى الشمال أو مؤيد أقصى اليمين، وطبعاً اللي هي تحفظات هنا وتحفظات هنا، فالواحد فعلاً الموضوع محير. ديت فعلاً مشكلة بالنسبة لي يمكن بدور لها على حل. حاجة تانية صغيرة لفتت انتباهي في أول محاضرة حضرتك لما تكلمت عن الكيانات الإعلامية إن هم 4 أشخاص مسيطرين تماماً على المنظومة الإعلامية وكلهم رجال أعمال مع احترامي الشديد لهم طبعاً. يعني هل حضرتك شايف إن مع سيطرة رجال الأعمال على الإعلام أو على المنظومة دي الإصلاح يكون إزاي؟ المفروض المنظومة ديت يكون مثلا المفكرين الأدباء المثقفين، لكن رجل أعمال في الأول وفي الآخر يعني الأساس حاجة معينة. مش عارف حضرتك شايف الموضوع ده إزاي؟ شكرا. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ حمادة. النقطة الأخيرة المتعلقة بملكيات وسائل الإعلام، صحيح في تعدد في 4 ملاك كبار لوسائل الإعلام في مصر، لكن الدولة تشرف على هذا المشهد إشراف مباشر زي ما قلت. وأنا يعني أنا بلتمس الحقيقة العذر للدولة وبقول خلينا بقى إحنا يا إعلاميين نسارع بالالتزام بأخلاقيات هذه المهنة ومبادئ هذه المهنة حتى تطمئن الدولة فترفع يدها. فإحنا علينا العيب الأكبر، لأنه ما يحدث الحقيقة يعني لا يطمئن. إحنا مش مؤهلين مع الأسف شديد، مش مؤهلين إن إحنا نقود هذه المهنة بشكل منضبط، فالدولة تتدخل. يعني دايماً بقول لا تشكو من انخفاض سقف الحريات. ليه؟ لأن أنت لما حيرتفع سقف الحريات أنت بتمارس الحرية بشكل غير مسؤول. إثبت إن أنت بتمارس. يعني إحنا شايفين بنشوف التسريبات على سبيل المثال في وسائل الإعلام، بنشوف مثلا الشتائم اللي على فكرة لو يعني اللي منكم درس تاريخ إعلام بذات الإعلام الحديث اللي احنا فيه ده لا شيء بجانب ما كان يحدث في بدايات الإذاعة المصرية. أول ما ظهر قبل الإذاعة المصرية الرسمية ما تنطلق في الثلاثينات 34 أعتقد، قبل كده كان في إذاعات محلية صغيرة خاصة اللي هي بقى ايه توازي دريم والحياة وان والقنوات الخاصة الموجودة دلوقتي، دي بقى كانت الإذاعات الخاصة وقتها، وكانوا بيتبادلوا الشتائم على الهواء بحاجة يعني شك يعني كان الحقيقة لغة شديدة التدني والانحطاط. فالدولة تدخلت في ذلك الوقت بإنشاء الإذاعة المصرية. دلوقتي احنا عندنا ماسبيرو، ولكن ماسبيرو يعني في وضع دلوقتي صعب، ونشأ الإعلام الخاص بعده. فالدولة علشان تصلح الأمر بنفس الخطة اللي أصلحت بها الإذاعة من قبل عليها أن تصلح ماسبيرو، ودي مسألة صعبة. فقررت أن تمارس إشرافاً مباشراً وتلاحظ عن قرب ملكيات وسائل الإعلام، وساندت بعض رجال الأعمال، هذا ليس سراً، ساندت بعض رجال الأعمال الموثوق بهم من الدولة لامتلاك وسائل إعلامية كبيرة. فبقى السوق مقسم زي ما شفنا ما بين 4 من العمالقة، ربما تدخل عناصر جديدة، لكن دول الـ4 دول مش بمعزل عن الدولة. فإصلاح الإعلام هيتم زي ما أنا قلت، إنه إحنا على المدى البعيد نشتغل على نفسنا. وخلي بالكوا زي ما بقول من 5 لـ10 سنين كل المشهد اللي موجود دلوقتي هيبقى عبث، والإهدار الوقت والجهد والمال فيه هيبقى عبث. إحنا محتاجين نشتغل من دلوقتي على الإعلام الجديد، هو ده اللي جاي، ولذلك المستقبل في إيد حضراتكم، المستقبل في إيد حضراتكم، في إيد الشباب، في إيد الجيل اللي جاي، لازم يتأهل. وأنا مش قلقان إنه هيتأهل على المستوى التقني والمهني، كل ما يقلقني إن أنا عايزه يتأهل على المستوى الأخلاقي. ليه؟ حتى لا نستنسخ آفات الإعلام التقليدي في الإعلام الجديد. شكرا جزيلا. محمد خالد. محمد خالد، ميدياتوبيا، كلية الطب. للي بيسأل من خارج الإعلام أهو نموذج في كلية الطب. كنت عايز أسأل حضرتك، طبعاً كنت حابب أقول بس رسالة للناس الجديدة اللي حابة أن هي تنضم لينا، أن ميدياتوبيا بترحب بالجميع وأنها بتبحث عن الموهبة في كل البني أدمين وفي كل البشر،
فاحنا بنرحب بيهم لو حد عايز يستفسر عن اي حاجه احنا موجودين. تاني حاجه بس حابب اسال حضرتك يا دكتور محمد، انه بعد الثوره حصل ان في وزاره الاعلام جت ووزاره الاعلام اتلغت كذا مره، وبعد كده المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام. النهارده مين المفروض انه يقيم المحتوى على الاساس المهني؟ وانا هنا مش بتكلم عن انه يعني في معيار يعني سب او قذف، ده شأن القضاء، ولكن من الذي يحدد ان المحتوى ده مهني ام غير مهني؟ هل الدوله؟ طب انا الدوله المفروض حضرتك بتقول ان انا رقيب عليها او ان انا بانظر للاخطاء واصوبها، كيف يكون الخصم حكم في نفس الوقت؟ وانا مش عايز اقول خصم، لكن انا رقيب في النهايه، فكيف لشخص مراقب ان يكون متحكم في المراقب عليه؟ في نفس الوقت انا محتاج سلطه حقيقيه ان هي تنظم. فايه راي حضرتك؟ اشكرك شكرا جزيلا. اشكرك جدا يا محمد. القانون الجديد اللي انا بطالب بالبت بسرعه البت فيه في البرلمان، قانون تنظيم الصحافه والاعلام، هيتضمن هذه الجزئيه وبيحط معايير للماده الصحفيه وتعريف ليها وحدود واليات ومرجعيه لمحاسبه الصحفي الخارج عن معايير الجوده الصحفيه. فبالتالي التنظيمات الجديدة أو الكيانات الجديدة اللي هي المجلس الأعلى للإعلام، ده المظلة الكبرى اللي بيرأسها الأستاذ مكرم محمد أحمد، واللي بينبثق منها أو بتنبثق منها الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، دي الكيانات المنوط بيها أنه هي تقيم المادة الإعلامية إلى جانب نقابة الإعلاميين اللي بتقيم الأداء. بس لا ده عنده قانون يحدد اختصاصاته ولا ده عنده قانون يحدد اختصاصاته، ولذلك تخانقه على وقف برنامج وفي الآخر ما وقفش. يعني دول قالوا هيقف، دول قالوا مش هيقف، وفي الآخر ما وقفش. في الآخر كلمة مالك القناة هي اللي مشيت الحقيقة. فليه؟ لأنه برضو على فكرة بالمناسبة أنا ما كنتش هبقى سعيد، دي نقطة مهمة جدا، ما كنتش هبقى سعيد لو توقف البرنامج بقرار من نقابة الإعلاميين أو بقرار مجلس الأعلى للإعلام. لماذا؟ لأنه لا توجد عقوبة إلا بنص، وما فيش نص، هتبقى العقوبة تقديرية، عملها بني آدم ممكن يخطئ وممكن يصيب. فأنا مش عايز كده، أنا عايز يبقى فيه مرجعية. المرجعية مش موجودة، المرجعية موجودة في أدراج البرلمان، عايزين نطلعها من الأدراج ونناقشها. بس المشكلة أن هم دايماً إحنا زي ما بكتب كده على الفيسبوك، عزيزتي الدولة، عزيزتي الدولة، تحية طيبة وبعد، من فضلك عايزين نتوقف عن الاهتمام بالشكليات. البت والفصل في قانون تنظيم المؤسسات الصحفية ده الشكل اللي احنا جبنا بيه الأشخاص والكوادر اللي لها كل الاحترام القائمة على الثلاث هيئات، ده الشكل. اهتمي بالمضمون بقى، المضمون اللي هو ايه؟ اللي هو عمل الصحفي وعمل المؤسسات الصحفية والمحتوى الإعلامي وحدود عمل الصحفي ووظيفته، وكيف نحاسبه أو نعاقبه إذا أخل بوظيفته. هو ده الشكل، ده المضمون، آسف، ده المضمون والمحتوى. الشكل هو الأسماء الرنانة الموجودة على رأس هذه الهيئات، فمش عايزين نكتفي بيها. هي دي مشكلتنا في مصر، إن احنا دايما ننشغل بالشكل العام، شكلنا إزاي جميل وأنيق قدام الناس، لكن من جوانا إيه اللي بيحصل؟ مع الأسف دي آخر حاجة بنفكر فيها. انا عايز اسمع اصوات تانية. الشاب ده من زمان، اتفضل يا فندم، اتفضل الميكروفون. معلش ممكن استاذنك نسمعه بعد كده اسمع حضرتك، وعايز اسمع ورا اكتر. في ايه ده؟ هي مش شايف بتاعت مين ده؟ محمد خالد ده؟ طيب اوكي. انا محمد زكي، طالب في كليه اعلام جامعه محمد مصر. محمد زكي. محمد ايه؟ زكي، طالب في زكي. كليه زكي، اهلا وسهلا. طالب في كليه اعلام جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا. اهلا بيك يا محمد، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. حضرتك يا دكتور، كنت عايز اعرف ليه عندنا بس في مصر بيبقى في فرق بين الاعلامي والصحفي، وعاملين نقابه للاعلاميين ونقابه للصحفيين، مع ان المفروض هي حاجه واحده في الاخر. وكنت عايز اشوف حاجه تانية، يعني ليه؟ خلاص انا هجاوب على السؤال ده، انا متفق معاك، لازم يبقى حاجه واحده في كل دول العالم، مفيش حاجتين، حاجه واحده بس، صحفي. البي بي سي بنشتغل في الراديو وفي التلفزيون وفي الانترنت، اسمنا برودكاست جورنالست، صحفي البث فقط. فدي شكليات داخل بقى فيها ان النقابه مش عايزه صحفيين، مش عايزين يدخلوا معاهم ناس تانيين عشان لها ميزانيه محدده، مش عايزين حد يزاحمهم فيها. نقابه الاعلاميين كيان عايز يبقى مستقل عشان ده اللي بيطلع على التلفزيون. يعني
اسباب مش موضوعيه. طب ليه حضرتك ما يبقاش مثلا في رقابه من النقابات على الكليات المعينه، زي مثلا نقابه الاطباء بتشرف على كليات الطب وبتحدد ليها معايير معينه، ليه الاعلاميين او الصحفيين ما يتحدوش ويحطوا رولز معينه خاصه بكليات الاعلام؟ لان كليات الاعلام بقت في مصر بقت فوضى، يعني معاهد كتير قوي، كليات كتير قوي، وفي الاخر الطالب ما بيتعلمش حاجه خالص. مثلا حضرتك السؤال الثاني، الاعلام الموجود دلوقتي والسوشيال ميديا، يعني دلوقتي في حضرتك الاعلام دلوقتي السوشيال ميديا بتاثر عليه بطريقه سريعه جدا، بتادي اللي في اصوات مثلا متطرفه اللي هي صوتها يوصل وتوصل صوره مش لطيفه للدوله المصريه بره مصر، في مقابل ذلك الاعلام المصري ما بيقومش بدوره تجاه ذلك. اخر حاجه حضرتك، الاعلام عندنا امتى هيكون اعلام موضوعي وامتى هيبني البلد دي؟ بشكرك جدا يا محمد. انا كلمت عن كليه الاعلام، فاكرين انا قلت ايه عن كليه الاعلام؟ في كام طالب اعلام هنا موافقين على انا قلته ولا انا كنت بتجنى؟ موافقين؟ موافقين؟ بتناموا في المحاضرات فعلا؟ في اساتذه ممتازين، في اساتذه ممتازين، ارجوكم استفيدوا منهم. المحاضرات غير المفيده من وجهه نظركم، حاولوا انتوا تطلعوا منها الفائده، وزي ما قلت لكم استفيدوا بالكتب اللي فيها مناهج ربما تبقى مش مواكبه للعصر، استفيدوا منها كاساس وكقاعده وكانكم بتدرسوا تاريخ الصحافه، وابني عليها، دور على المراجع الاحدث واشتغل على نفسك انت، واعمل كليه اعلام يعني خاصه بيك انت من خلال البحث ومن خلال، وعلى فكره هي الكليه بتشجع على البحث، واحنا هنا في الجامعه الامريكيه يعني لازم فعلا تنمي مهارات البحث عندك، ما تستناش المعلومه تجيلك بمعلقه من ذهب. امتى هنبقى موضوعيين؟ امتى هنبقى مهنيين؟ لو التزمنا طبعا بالنصائح والمقترحات اللي انا قلتها. هنبني البلد امتى؟ الاعلام هو قاطره التنميه في الدوله، الاعلام هو قاطره التنميه في الدوله. دوله بلا اعلام ناجح هي دوله فاشله. الاعلام هو الطبيب الجراح المسؤول عن عقل المريض، المريض اللي موجود في غرفه العمليات وماسك المشرط، واذا انحرف، دايما بقول المثل ده، اذا انحرف المشرط ده يمينا او يسارا قليلا جدا ممكن يودي بحياه المريض. المشرط ده هو الكلمه، فممكن تطلعنا لفوق وممكن تنزلنا لتحت، فاحنا لازم نستشعر هذه المسؤوليه. يعني هنبني البلد لو احنا مدركين الاعلام له ثلاث وظائف، وظيفه الاخبار، وايه تاني؟ التثقيف والتعليم الإدوكيشن، ووظيفة انترتينمنت، ما هي التوعية الإدوكيشن. فعندنا انفورميشن إدوكيشن انترتينمنت. الإدوكيشن ده ما حدش بيقرب منه، ده الشابتر اللي في المقرر اللي سايبينه وراكنه، ما حدش بيمتحن فيه، كلنا بنلعب في الأخبار لأن هي طبعا هي المطلوبة حيث الأحداث الجارية ومع الأسف مش بنعملها كويس، مع الأسف مش متمكنين من صناعة الأخبار. والترفيه بنعمله 10/10، 20/10 كمان، لكن بنيجي بقى على التثقيف والتوعية ما بنقربش. ليه؟ لأن صانع المحتوى الإعلامي يعتقد واهما أن المحتوى الإعلامي، الرسالة الإعلامية المحترمة والمفيدة غير ممتعة، سخيفة، دمها تقيل. لا، أنا بقول لحضرتك صانع المحتوى الإعلامي لو شاطر، لو موهوب، لو ذكي، يستطيع أن يصنع رسالة إعلامية مفيدة وممتعة في نفس الوقت. ده اللي احنا بنعمله في معسكرات ميدياتوبيا، بنعمل معسكر فيه محتوى مفيد لكن في نفس الوقت بنضحك وبنفرفش. هو ده القالب، وده لازم يحصل في الجامعات. انا باخد احيانا، في بعض الاحيان باخد الطلبة بتوعي يخرج في الجنينة فأعلمهم بشكل عملي، اجيب لهم جاست سبيكر، اوريهم فيديوهات زي ما عملنا. يعني لازم يبقى فيه عنصر المتعة، وإلا عمرنا ما هنستوعب المعلومة. تمام، شكرا جزيلا. اتفضل. مساء الخير. حالا يا محمد. انا اسمي يوسف جهاد. ولا يوسف زيدان؟ جهاد. مين؟ جهاد. ميلاد؟ جهاد. جهاد، اهلا بيك. اهلا بيك يوسف جهاد. انا في اولى اعلام القاهره. كنت عايز اسال بس حضرتك. سنه اولى في اعلام القاهره. هو احنا كشباب يعني اي مشكله بتحصل بنحاول يعني نعديها ونعمل الاحسن، بس في حاجات كده ما بتبقاش بايدينا. يعني مثلا ان في اعلاميين معارضين كانوا في مصر
والقياده مش حباهم فرحلتهم عشان كانوا بيقولوا بيحصل فعلا. دي حاجه مش بايدي. عشان بيقولوا ايه يا يوسف؟ عشان بيقولوا بيحصل فعلا فهم راحوا مطلعينهم بره. دي مش حاجه يعني تخليني احبط. تاني حاجه يعني مثلا لو انا كاعلامي اهتم باللي الناس حباه ولا اهتم باللي بيحصل؟ يعني في ناس مثلا سابت السياسه واتجهت للي الناس حباه اللي هو الفن وكده عشان ده اللي بيجيب فلوس من الاخر. حاجه تانيه، انا كطالب في اولى اعلام ايه اللي اعمله؟ يعني ايه اللي اعمله يأهلني ان انا اشتغل في المجال؟ انا لسه في اولى يعني كذا حد من صحابي احنا لسه تايهين، فايه اللي ممكن نعمله عشان نتاخر شويه؟ لا جيت متأخر؟ بدري شويه. جيت بدري شويه؟ جيت بدري من الاول. انا جيت اوكي. انا قلت مجموعه من النصائح. بشكرك يا يوسف جدا، شكرا جدا. انا قلت مجموعه من المقترحات لاصدقائي الشباب اللي ممكن باتباع هذه المقترحات من الممكن ان انت تخطو خطوات جيده في عالم الصحافه وتبدا بدايه جيده. بالنسبه لل الاعلامي اللي انت بتقول انه تم منعه او الاعلاميين اللي تم منعهم من الظهور لانه ارائهم كانت مختلفه عن الاراء السائده في الدوله، انا مش هعلق على امثله على وجه التحديد، لكن دايما بقول الحقيقه درع الصحفي يستطيع ان يحتمي بها في اي عصر وفي ظل اي نظام. قدم الحقائق، لو قدمت رايك الشخصي وكمان لو قدمته باسلوب غير لائق بتدي ذريعه للمنع. فانا عايز لازم احنا نبقى اذكياء. قدم الحقيقه فانت بذلك تقدم اعظم خدمه للوطن، واكتفي بتقديم الحقائق. ولكن متى تكون الحقيقه حقيقه؟ كان في اعلامي امريكي بمناسبه ان احنا موجودين في الجامعه الامريكيه، كونكريت، هذا الاعلامي كونكريت، مين سمع قصته مني قبل كده؟ كويس. كونكريت هذا الإعلام الأمريكي كان بيظهر على شاشات التلفزيون الأمريكي لسنوات طويلة جداً ثم مات، رحل كونكريت. فماذا قالت الصحف الأمريكية في منشطتها عن كونكريت؟ منشطتها للدرجة دي هو شخص مهم؟ إعلامي ممكن لما يرحل يذكر في منشطات الصحف زي هيكل كان له مكانة كبيرة، صحيح كمثير للجدل لكنه مكانة له مكانة كبيرة ومقام كبير جداً عند الناس. فكونكريت حين مات كتبت الصحف الأمريكية في منشطتها ماتت الحقيقة. لماذا؟ لأن كونكريت لم ينطق إلا بالحقيقة طوال 60 عاماً من مسيرته المهنية، لدرجة أنه كان لما واحد أمريكاني يسأل صاحبه يقول له حصل تفجير في بوسطن، شفت التفجير؟ يقول له كونكريت قال، يقول له لا لسه ما قالش، يقول له يبقى ما حصلش. الى هذه الدرجه مش هصدق الخبر غير لو كونكريت نطقه ببقه. طب ازاي انا اتاكد انه في حقيقه واصفها بانها حقيقه بالفعل واثق بانها حقيقه؟ لما اتاكد منها من مصدرين، ودي اجابتي على السؤال الثاني. ازاي انا يا يوسف ازاي اثق انه هذه المعلومه حقيقيه لو تحققت من مصداقيتها من مصدرين مستقلين عن بعض على الأقل؟ فأنا بقول ونصيحة يمكن لحضرتك أستاذ حمادة برضو، بنقول إزاي نتأكد من الحقائق، ومحمد كان بيقول لي الشائعات، إزاي إحنا نتأكد أن المعلومة دي معلومة حقيقية وليست شائعة؟ دور في المواقع، بس دور على موقعين تبقى مصادرهم مختلفة، وكالات أنباء، قناتين مختلفتين، وسيلتين إعلاميتين كل واحدة في بلد، فإذا لقيت المعلومة متطابقة يبقى المعلومة دي صحيحة ومؤكدة. ده اللي كان بيعمله كونكريت، ده اللي بتعمله أي مؤسسة إعلامية كبيرة محترمة في العالم، بتنشر المعلومة بعد ما تتأكد من حقيقتها من مصدرين اتنين مستقلين عن بعض. ما كلمش واحد ووالده، ما كلمش واحد واخوه، أكلم حد من وزارة الصحة وحد من وزارة الداخلية، الاتنين أكدوا نفس الرقم للضحايا أو المصابين أو القتلى أو الشهداء، يبقى ده مؤكد بالفعل. غير كده أنسب المعلومة لمصدرها، فأقول إنه المعلومة وفقا لرواية فلان بحسب تصريح وزير كذا. ليه؟ لأن هو بس لوحده اللي بيقولها فأنسبها لي. تمام؟ فيعني احنا مسألة يعني في غاية الخطورة وفي غاية الحساسية، مسألة التحقق من مصداقية الأخبار. سألتني يا محمد يا يوسف، أنا آسف، في حاجة كمان لا علاقة ب أمشي ورا الموجة؟ لا، بس انت تستطيع ان تشكل الراي العام، تستطيع ان تخلق اهتمامات جديده. بس ازاي
احنا ممكن احنا نصنع منشطاتنا نبتكرها من خلال تلمسنا لاهتمامات الناس، بس ازاي؟ انه مش بالضروره ان انت تقدم ما يهم الناس بطريقه مبتذله. يعني احنا ممكن نلاقي شيء بيهم الناس فعلا فنبحث فيه عن انجل، عن زاويه. شباب الاعلاميين الموجودين دوروا دايما عن زوايا غير تقليديه ومفيده واشتغل عليها. قضيه تيران وصنافير شوفوا قد ايه كانت قضيه حساسه. الاعلام كان صفر، الاعلام المصري تغطيته ليها كانت صفر من عشره. ليه؟ لانه ما اشتغلوش عليها معلوماتيا. فين الانفوجراف؟ فين الفيديوجراف؟ فين الضيوف المحللين، المناظرات، الافلام الوثائقيه، التقارير، الفيتشرز، التغطيات الميدانيه؟ الكلام ده ما شفناهوش، ولذلك التغطيه كانت قاصره، فالراي العام لم يتشكل بشكل صحي، فكانت نشات حاله التوتر اللي كانت موجوده. الاعلام لما بيشتغل بشكل مهني هيساعد على استقرار المجتمع حرفيا. اشكرك دكتور. على شمالك. طب ناخد بالتدريج ده مصطفى نبيل. ده فين؟ محمد عبيد. محمد اتفضل. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا يا محمد. يمكن انا استمعت العشر نقاط اللي حضرتك قلتهم. هما محمد عبيد بالمناسبه مراسل دي ام سي، وبضي عليه بعد كده. اتفضل. بعيد عن البرامج، احنا اخبار. كنت ارفع عليه قضيه. ببساطه جدا انا سمعت العشر نقاط اللي حضرتك اتكلمت عنهم، هم على قدر كبير انهم ياسسوا ثوره اعلاميه جديده بشكل جيد، لكن ما اثار انتباهي بشكل شخصي خلال الفتره الماضيه وخاصه خلال الخمس ايام اللي فاتت او الخمسه ايام اللي فاتت، هو فكره انه دايما يطلب منا ان نكون على قدر من الكفاءه والمهنيه والموضوعيه والمصداقيه وما الى ذلك. لكن السؤال المهم هو، هل كل صحفي او كل اعلامي او كل من يقول ويقدم معلومه هو على قدر من فهم للقواعد الاساسيه سواء قانونيه او مواثيق دوليه او شرف ميثاق الشرف المهني اللي بنتكلم فيه؟ كم واحد فينا عارف الموضوع ده كويس؟ هنا ياتي دور الدوله. اذا كانت هناك دوله حريصه على ان يكون هناك حق للصحفي ان يتحدث وينقل معلومه ويستقي من مصادره الصحيحه، النقطه الثانيه يكون حق كمان للنقابه اللي موجوده في بلد، سواء نقابه الصحفيين او نقابه الاعلاميين، وبالإضافة طبعاً إلى القانون اللي بيحمي حق الصحفي وحق الدولة. متى يكون ذكر اسم معين صح ولا غلط، يؤدي إلى المسألة القانونية أم لا؟ ما الذي تنص عليه المواثيق الدولية في حق الصحفي؟ حق الانتقال، حق استياق المعلومة. النقطة الثانية القانون المحلي، يعني خلينا نقول ببساطة جداً فيما يتعلق بموضوع الإعلامي أحمد موسى، وأنا أعتقد أنه هو واحد من الإعلاميين الكبار في مصر جدا، ليس لما يقدمه ولكن لما يتبعه من جمهور واسع. هذا الجمهور نحن الذين قصرنا في حقه لأننا لم نقدم له المحتوى الذي يأتي ويجذب انتباهه، فبالتالي ذهب لأحمد موسى أو غيره. لكن الموضوع المهم واللي أثار انتباهي هو أنه تم إحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا لإضراره بالأمن القومي، فما هو مفهوم الأمن القومي في الأساس؟ بس أعتقد أن الخبر ده ما كانش صحيح يا محمد. أعتقد تم. خلي الخبر اللي طلع بالضبط مع الأسف لم تتم. لكن النقطة الثانية هنا المفاهيم بقى، مفهوم الأمن القومي يعني إيه؟ مفهوم المصلحة العليا يعني إيه؟ وهو أنا لازم أعرف كصحفي المفاهيم دي ايه علشان ما يجيش جنبها. النقطه الثانيه اعرف حقي ايه علشان اقدر لما اشتغل على معلومه او اشتغل على موضوع ابقى فاهم انه القانون يحميني. متفق انا المواثيق تحميني. الغيابه يا دكتور انه ربما احنا كنا محظوظين ان ندرس ده في كليه الاعلام وكمان ندرسه بشكل شخصي في مؤسسات مختلفه، لكن بقيه الناس هل انت عارف ان القانون بيحميك في النقطه الفلانيه؟ هل انت عارف لما تكون في مسرح جريمه فانت لا يجب ان تتخطى المسرح ده لانك ممكن تكون تعاقب عليه قانونا؟ وانت رايح تسال طفل انت عارف ان لا يجوز لك سؤال هذا الطفل الا اذا اخذت تصريح مكتوب من اهله؟ ما هي دي بقى الثقافه.
دي الثقافة المفقودة في الوسط الإعلامي مع الأسف الشديد يا محمد. دي مشكلتنا. وأنا متفق معاك. حضرتك زي ما أنت بتتكلم بالضبط، أنا يمكن ما بتكلمش في حق الجمهور أو حتى في حق الدولة اللي إحنا عايشين على أرضها، بس كمان بتكلم في إنك أنت كصحفي أو إنك كإعلامي، هل أنت عارف حقوقك وواجباتك إيه؟ أم إن الوضع لا يعني لا يتجاوز إلا إنك شخص يريد صنع مجد شخصي على حساب أي شيء. أنا بشكرك جدا. كان واجبات وحقوق أنا الناس. أنا متفق معاك وبضم صوتي لصوتك، وإحنا محتاجين إن إحنا نتثقف، وفي بعض الأمور إحنا محتاجين لسه ألف باء، وأنا بقول إحنا يعني عامة الإعلاميين. في مؤتمر الشباب الأول في شرم الشيخ اتكلمت عن ده وقلت إنه يجب على من يصفون أنفسهم بالنجوم إن هم يعودوا مرة أخرى إلى مقاعد التدريب. وقتها بعض الزملاء زعلوا، لكن الحقيقة أنا مهتم جدا بإنه أنا أكرر هذه الدعوة في كل مناسبة، لأنه في أمور خطيرة جدا جدا ما عندناش فيها البديهيات، من الأمن القومي على سبيل المثال أو حقوق الإنسان وحقوق الطفل مع الأسف. فأنا بشكرك جدا يا محمد. إحنا بقيت مداخلة واحدة، إيه رأيكم؟ آه عشان خلاص لازم نغادر. ندي المايك لمين؟ مين بقى؟ أنا وعدت. إيه رأيكم ختامها مسك؟ ممكن نسمع أدهم؟ إيه رأيكم؟ أدهم شريف أصغر عضو في ميدياتوبيا، أصغر مني أنا شخصياً، ومعانا من المعسكر الثاني، وهو حيعرف نفسه بقى بشكل أفضل. اتفضل يا أدهم. أنا أدهم شريف أصغر ميدياتوبيا، أنا عمري 10 سنوات. في الأول بحب أشكر دكتور من اسكندرية طبعاً، جاي من اسكندرية مخصوص، خلي بالك. أكيد طبعاً. بحب أشكر دكتور محمد على مصداقيته وشفافيته ومعاملته لينا، القيم اللي ربى الميدياتوبيانز عليها، ولازم نصيحة، لازم نتحلى بكل الصفات تاعت مساق ميدياتوبيا، مساق الشرف مساق الشرف الأعلامي الأخلاقي، منه الشفافية، الحياد، التمسك بالابتسامة في كل اللحظات، في أحلك الظروف طبعا. والاعتذار على الخطأ فور وقوعه. وأنا بنسب كل الصفات وكل صفات الإعلام الناجح لأب الروحي ولي كل الفضل دكتور محمد سعيد محفوظ. بشكرك مرة كمان. أشكرك يا أدهم جدا جدا جدا، شكرا جزيلا والله.